تعتبر مدينة البتراء عاصمة العرب الأنباط، من أشهر المواقع الأثرية في العالم وأهم موقع الجذب السياحي في الأردن، حيث تزورها أفواج السياح من كل بقاع الأرض. وتقع عن بعد 240 كيلومترا إلى الجنوب من عمان، وعلى بعد 120 كيلومترا من خليج العقبة البحر الأحمر. وتتميز البتراء بطبيعة معمارها المنحوت في الصخر الوردي الذي يحتوي على مزيج من الفنون المعمارية القديمة التي تنتمي إلى حضارات متنوعة، وهي عبارة عن مدينة كاملة منحوتة في الصخر الوردي اللون. والبتراء مثال فريد لأعرق حضارة عربية، حضارة الأنباط، حيث قام العرب الأنباط بنحتها من الصخر منذ أكثر من 2000 عام، وهي شاهدة على أكثر الحضارات العربية القديمة ثراءً وإبداعًا، حيث بقي موقع البتراء غير مكتشف للعرب طيلة الفترة العثمانية حتى أعاد اكتشافها المستشرق السويسري يوهان لودفيك بيركارت عام 1812 من خلال رحلة استكشافية في كل من بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية لحساب الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية. لذلك يطلق العديد من العلماء والمستشرقين على البتراء بالمدينة الضائعة، وذلك لتأخر إظهارها إلى العالم. وقد وصفها الشاعر الإنجليزي بيركن بأنها المدينة الشرقية المذهلة، المدينة الوردية التي لا مثيل لها. ازدهرت مملكة الأنباط وامتدت حدودها جنوبا لتصل إلى شمال غرب الجزيرة العربية، حيث توجد مدينة مدائن صالح. وقد مد الأنباط نفوذهم كي يصل إلى شواطئ البحر الأحمر وشرق شبه جزيرة سيناء ومنطقة سهل حوران في سوريا حتى مدينة دمشق، فكان يحيط بالمملكة النبطية وعاصمتها البتراء العديد من الممالك والحضارات، منها الحضارة الفرعونية غربا، وحضارة تدمر شمالا، وحضارة ما بين النهرين شرقا. لذا كانت المملكة النبطية تتوسط حضارات العالم القديم وتشكل بؤرة التقاء وتواصل مختلف الحضارات العالمية. اشتهر الأنباط بتقنيات هندسة المياه والحصاد المائي، وهم أصحاب الفكرة منذ القدم، حيث طور الأنباط أنظمة الري وجمع مياه الأمطار والينابيع، وتفننوا في بناء السدود والخزانات التي حفروها في الصخر، كما شقوا القنوات لمسافات طويلة، إضافة لبنائهم المصاطب الزراعية في المنحدرات لاستغلال الأراضي في الزراعة. بلغ عدد سكان لواء البتراء الذي تشكل مدينة البتراء جزءا منه في عام 2009 حوالي 28760 نسمة، معظمهم من البدو. وكانت قبائل من عرب اللياثنة قد استوطنت المكان أثناء إعادة اكتشاف الغرب للبتراء في القرن 19، كما كانت عشائر مختلفة تسكن البتراء منذ خمسينيات القرن 20 كعشائر العمارين والبدول، حيث كانوا يسكنون في كهوف داخل البتراء حتى عام 1985 حين رحلتهم الحكومة الأردنية إلى إسكانات خارج المدينة الأثرية كبلدة البيضاء التي تبعد عن البتراء حوالي 10 كيلومترات، ويقدر عددهم من 1000 إلى 3000 شخص، يتقن الكثير منهم العديد من اللغات الأجنبية رغم أمية الكثير منهم بسبب اختلاطهم بالسياح الأجانب. وقد تم في 25 تشرين الثاني نوفمبر 2005 إدراج المجال الثقافي لبدو البتراء ووادي رم على قائمة اليونسكو لروائع التراث الثقافي اللامادي الإنسانية. ويقع هذا المجال البدوي الصحراوي قرب مدينة البتراء داخل منطقة جبلية شبه قاحلة ومساحات صحراوية، وهو مجال تمارس فيه مجموعة من الممارسات والمهارات الثقافية اللامادية المرتبطة بالحياة الرعوية التقليدية. فقد حافظ بدو البتراء ووادي الرم على معرفة مميزة في مجال الثروة النباتية والحيوانية، وفي حقل الطب التقليدي وتربية الجمال وحياكة الخيام والترحال وتسلق الجبال، وهو ما يقع تناقله عبر الأجيال شفويا وبالممارسة، بالإضافة إلى غيرها من الأشكال الثقافية كالأساطير والشعر والحكايات الشعبية والأغاني. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.